الجميع اللي سولتو كيقول لي الحمد لله خدمت مزيان. وحتى بالنسبه للاساتذه وفرنا واحد الظرفيه اللي زوينه ندوزو في واحد الوقت اللي مرتاحين فيه. شنو الشعور ديالك من بعد الامتحان ديال الصباح؟ الحمد لله خرجت شويه فرحانه، ماشي بحال المره الاولى خرجت شويه ما خدمتش مزيان، ولكن صافي الحمد لله. كان خاصك بزاف على النجاح؟ لا ما خصنيش بزاف، خصني شويه ونجح. شنو الماده اللي كانت طيحاتك؟ فيزيك. فيزيك اللي كانت مطيحه. وانت دابا جبتي فيها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، حظ موفق. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. بارك الله فيك. هذا سهل من الدور العادي، كان مزيان تحط زوين. والشعور ديالك يعني بالنسبه لهذه الدوره كيفاش تكون النتيجه؟ زعما ماشي شي حر، ماشي زعما شي مشكله، مش اي وحده غتاخذ الطرباج، كلشي كيطرا الطرباج، ماشي ضروري انا الوحده اللي خداتها باش يبقى فيه الحال، يقدر فرصه واحده اخرى عنده زوينه. كان خاصك بزاف على النجاح؟ لا مكانش خاصني. شنو الماده اللي طيحاتك؟ كانت عندي الماط بزاف، الماط وفيزيك شويه. ودابا مجدة مزيان كلشي؟ لا دابا مجدة الحمد لله. شكرا. الامتحان كان شويه ساهل، ما فهمتي اسئله باينين، فهمت اسئله ديريكت، يعني تفهم ماشي معقدين بحال الاول. يعني خديتي الوقت ديالك كامل في الامتحان هذا؟ خدينا الوقت ديالنا، فهمنا ماشي المهم كاين داكشي كاع، داكشي اللي كتحفظوا كاع، داكشي اللي كتفهموا غير قواعد راه تتحفظهم ديالك. بالنسبه للدروس بقات دائما ديال الدور الاول؟ بقى كما هو. شنو الشعور ديالك يعني في الدوره؟ ان شاء الله كاين خير. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله نجيبوا مزيان واحد نجحوا ان شاء الله، نمشيو نقدر مزيان. شحال باش عاودتي انت؟ انا 9.3. مابقاش تكسر؟ اه مابقاش تكسر. شنو الماده اللي طيحاتك؟ الماط. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.